انا بتكلم على شبكه الطرق بس اللي تتعمل تخدم على حركه المجتمع ده وتحسينها، مش فقط عشان الاستثمار ومش فقط عشان سهوله تداول السلع، لا، لصالح الناس، الناس اللي كانت موجوده وكانت بتتعذب اثناء حركتها في اي محافظه من المحافظات. اتصور ان ده اتحسن بشكل كبير ولسه مكملين فيه. العشوائيات والمناطق الخطرة 250 ألف واحد اتعملوا، احنا ماشيين بالتوازي، نصلح ده وأمكن ونعمل جديد عشان الدنيا تتغير. لابد من استثمار وأكبر حجم من الاستثمار في الإصلاح والبناء.